استاذ سلام، شلون كان فطورك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. اكو شوربه ولا لا؟ اكيد هاي سيده المائده يعني ما نتخلى عنها، بس يعني هذا الشهر شهر القران، شهر صاحب الزمان سلام الله عليه، إلى طعم خاص طبعا. يوم واحد يعني دا يقعد بين اهله وعائلته واطفاله ويفطر، هاي نعمه من نعم الله سبحان الله. نسال الله انه يديمها على الشعب العراقي ان شاء الله. اليوم الملفت وهي رساله عن طريقكم موجهه الى رئيس الوزراء والى وزير الكهرباء. نعم. اقول لهم رحمه على والديكم، لا تطفون الكهرباء وقت الفطور. اي يعني احنا صابين وطفت الكهرباء، وهاي المشكله جاي نعاني منها طبعا. صحيح، هاي الفقره صحيح. يعني احنا نقول بس جيب اللايت، جيب شغل الموبايل، يعني هي صح ما متطول، تصير ارباك بالافطار فعلا، خاصه اذا كان بيسمش لو كان شيء بعد شو تشوف انت. والحمد لله وشكرا، نسال الله ان يديم هذه النعمه. احنا للطرفه مرات نقول لا حد يمد ايده، تجي كهرباء يلا لا واحد ياخذ. ما حد يلتزم بهاي. ما حد يلتزم يصير منا ومنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم يعني الخيرات على الشعب العراقي، ان يمن عليه بهذا المطر، مطر الخير وبركه ان شاء الله.